واحد الاخ سول واحد السؤال قال لك كيفاش غنديروا نحملوا المواطن المسؤوليه ديالو وفي نفس الوقت يبقى معنا. انا نقول لك واحد القضيه، دابا ولدك الا ما نجحش كتقول له انت اللي ما قريتيش ولا ما كتقولهالوش؟ تقولها له كتحملوا المسؤوليه. ما ماشي عز عليك هذا المواطن ولدك، ما تحملش المسؤوليه لذاك اللي ما دار والو ولا اللي ما خداش الفلوس، ولكن هذاك اللي خدا الفلوس خصو يسمع على ودني. كتقول لي الغسيل ديال الدماغ، هادو الفلوس 4000 ريال و10000 ريال، ولكن ديك الساعات هذاك المواطن اللي كيدير داك الشيء لو كان لقى اللي يفهمه ويوعيه باللي الحكم والمسؤوليه والصوت ما كيتباعش بالمال شو ما كان، بان ذلك اثم عظيم، بان بهذه الطريقه هذه كيبيع ولاده وكيبيع العرض ديالو كيبيعو اقسم لكم بالله، وكيبيع ولاده وتيبيع المستقبل ديالو وتيبيع من اللي يلقى هذا الشيء. شو ديك الساعات غادي يدير؟ غادي يبيع ما يبيعش، ولكن بلي ما كاين والو تيقول انا ما درت لي فاصون، شو دارت لي هذه السياسه؟ ما دارت لي والو. اللهم ندي هاد 10000 ريال نتعشى بها واحد النهار ولا يومين ولا 4000 ريال نمشي بها للسوق ونرجع، والسلام عليكم ورحمه الله. فراغ. نداء الضمير حين يكون قويا لا يقف في وجهه شيء، لا اموال لا سلطه لا جاه لا حتى شي حاجه. ودابا هذا الكلام كنت كنقول لكم غطي قوني ما تيقونيش، ولكن انتم عشتوا هادشي في 2015 وعشتوا هادشي في 2016. واش كانوا الفلوس ولا ما كانوش الفلوس في 2015؟ في 2016 فتحت لهم الخزائن، فتحت لهم الخزائن واخذوا بدون حساب، مع ذلك ما انتصروش، لانه وما النصر الا من عند الله. مره واحده ما نبقاوش نطول الهضره. القضيه ديال العمل ديال العالم القروي هذا مشكل كبير ديال، والاخوان راه زعما ان شاء الله. شوف الاخ الكريم انت ملي كنت كتكلم بنتي ليا انت نيت تبارك الله عليك الله يحفظك اخ، ما عرفتك انت واش من القريه ولا لا، ولكن راه فيك الخير والبركه. ما المهم هو ما تطفاش الشماعه، والا فخص بعدا المدن يتحركوا، ملي غيتحركوا غتحرك القرى ان شاء الله. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.